ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. وصفة النهاردة خطيرة 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 للناس اللي عايزة تفتح أماكن الحساسة، اللي عايزة تفتح تحت القبضتين، الوش، الجسم، الظهر. الوصفة تحفة، جربوها بجد هتعجبكم وهتدعولي جدا جدا. ما ننساش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك أول بأول. وكمان لو لسه ما اشتركتيش انزلي اشتركي معايا وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك مني ويوصلك اشعاره. ويلا بينا نشوف الوصفة. الوصفة دي جميلة جدا في تفتيح جسمك او بشرتك 4 درجات، هايلة جدا وهتزيل معاك البقع والتصبغات والكلف والنمش. هنا انا معايا صابونة دف، انا بفضل صابونة دف لان نسبة الصابونة بتاع الدف بيبقى فيها كمية من المرطب فما بتنشفش البشرة زي الصابونة العادية. لو حابة تستخدمي الوصفة لجسمك بتستخدميها بصابون عادي مفيش مشكلة، انما لو هتعمليها على وشك فيفضل والافضل يا صابونه نابلسي شاهين يا صابونه دف. هنا خلاص انا هبشرها معايا، هبشر الكميه اللي انا عايزاها. يعني انا مثلا لو هعمل وشي بس هحط كميه معقوله، لو بتعملي تحت القبيتين في خيط كده مفيش مشكله. طبعا لو انت عايز تعملي كميه زي ما انا هعمل دلوقتي وهشيلها في علبه هقول لك كل التفاصيل دلوقتي. تابع معايا الفيديو للاخر، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. هنا بشرت بمقام مقدار معلقتين كبار من الصابون، حط عليهم معلقتين ميه سخنه بتغلي علشان ادوب الصابون بسرعه ويبقى افضل معايا انه يدوب بكل سهوله. معلقتين بالظبط من الميه السخنه، هبدا ان انا اهرسها شويه، احاول ان انا ادوبهم مع بعض. هما هيدوبوا بسرعه جدا طالما عليهم ميه سخنه زي ما انت شايفه كده. تمام، الصابون بيفتح جدا 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 اي اماكن حساسة، البشرة، الوش. هقولك على كل الاستخدامات بالصح بتاعتها وبالتفصيل، بس تابع معايا الفيديو للاخر. واللي ما عملش لايك يعمل لايك عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من البنات وكله يستفاد وكلنا نستفيد. يلا بينا. وبعد كده هرجع احط عليها كمان معلقة صغيرة تاني مية عشان تبدأ تبوش معايا اسرع واسهل زي ما احنا شايفين كده. كل ما هتقلبي كل ما هتديكي رغوه. هجيبي الهاند بلندر او الخلاط تضربيها في الخلاط ضربه بسيطه كده لحد ما تعمل رغاوي بسيطه، واتاكد انها دابت معايا تماما. تمام كده. الخطوة دي مهمة جدا ان انت تضربيها في الخلاط او تضربيها بالهاند بلندر او باي حاجة تعجبك براحتك قوي. بصوا القوام بتاعها بقى عامل زي قوام الفوم. نيجي بقى للخطوة التانية. هنا انا معايا موزة انا سبتها لغاية ما تستوي تماما. كل ما بتسيبيها تستوي كل ما الحديد والفيتامينات بتبقى زايدة فيها، فهنا انا عايزة ان انا فوايد من الموز، فانا سبتها لما استوت خالص وابتديت ان انا هستخدمها معاكم دلوقتي. الوصفة جميلة جدا. طب فايدة الموز ايه لما بتستوي وفيها نسبة الحديد؟ بيزيل السواد اللي بيبقى تحت العين، اللي بيبقى مطرح بقع، مطرح تصبغات، مطرح كلف، مطرح نمش. كل لما الحاجة بيبقى فيها نسبة حديد وفيتامينات عالية كل ده ما بيزيل حاجات كتير جدا من البشرة مع المداومة معاها. هنا انا هرستها هرسة بسيطة وهرجع اضربها في الخلاط او الهاند بلندر لحد ما تبقى معايا كريمي تماما. الوصفة دي روعة. تمام، انا هنا ضربتها كويس. اهم حاجة ان احنا نخلطها كويس قوي عشان تبقى معايا كريمي خالص، ما تبقاش مكتلة. طب لو ما عنديش خلاط اهرسيها بالشوكة بس كويس جدا اللي هي تحس انها بقت شبه الكريم. تمام، انا هنا بحاول ان انا اضربها بس علشان خاطر تبقى كريمي ناعمه معايا وما تضايقنيش لما اجي افردها على جسمي او على بشرتي. حلو قوي. طبعا هقول لك على استخدامات جسمك وبشرتك ازاي وهنسيبها قد ايه وكل حاجه بس لما اخلص الوصفه. هنا خلاص ضربتها معايا اهي وبقت شبه الكريم، شايفين؟ تمام، هبدا احط كمان عليها اي نوع كريم بشره، اي نوع عندي كريم بشرة، ده حليب جوز الهند او كريم مرطب بتاعك اللي بتستخدميه عادي، ده كريم جوز الهند بالكولاجين ده اللي هحط منه. انت لو عندك اي نوع كريم ما فيش اي مشكلة اي نوع كريم تحطيه، بس المجرد انه يرطب لي الدنيا عشان بشرتي ما تنشفش من الصابون فبحط كريم مرطب. هقلب بقى الوصفة بتاعتي كويس قوي. تمام كده، اي مكون هبدا ان انا كل لما احط حاجه اقلبها كويس قوي علشان خاطر اخد منها نتيجه حلوه وكويسه. هبدا بقى اجيب معايا هنا النشا او الكورن فلاور، هاخد منها معلقه حلوه كده صغيره بس تكون مليانه زي ما انت شايفه كده.
النشا من الحاجات الجميلة جدا اللي بتقلل النسيم من البشرة وبتفتح البشرة، وكمان بتساعد على ترطيب البشرة. فالنشا حلو جدا، هحطه واقلبه كويس. كل ما هحط حاجة بقى مكونات هلاقي القوام بتاعي ابتدى يتقل، يبقى كريم معايا تقيل شوية. فهنا انا بقلب اهو كويس. تمام، نركز في الخطوات علشان الخطوات دي مهمة جدا عشان تاخدي منها نتيجة حلوة. الوصفة اصلا كلها على بعضها حلوة جدا. تمام، بصوا بصوا القوام، بصوا الكريم خطير. طيب نرجع بقى نكمل بقية الوصفة والمكونات. هبدأ احط معاها كمان الحمص المطحون او الترمس المطحون، دول من اقوى الحاجات اللي بتفتح الجسم لو انت هتعمليها على الجسم، وكمان بتفتح البشرة، يعني هما حلوين جدا. ترمس مطحون او حمص مطحون ده بتجيبيه من العطار مطحون كده زي ما انت شايفة، وبتحطي منه معلقة، حلوة قوي في تبريمة البشرة. ان كنت هتعمليها بقى للكلف، للنمش، للبقع، للتصبغات، لاي حاجة، لاي مشكلة في بشرتك. الوصفة كلها فيها مكونات قوية جدا انها تزيل معاكي اي حاجة في البشرة. ابحثي عن كل مكون انا حطيته، هتعرفي فوائده وهتعرفي نتائجه ايه، بجد هايلة جدا. انا حطيت معلقة من الحمص المطحون او الترمس المطحون ايا كان عندك، وبتقلبيه كويس جدا. هنا انا معايا خميرة الحلويات او البيكنج بودر، هاخد منها معلقة، نص معلقة كده زي ما احنا شايفين، نص معلقة مش اكتر. تمام، دي عشان هتفور لي السواد اللي بيبقى في الجسم. لو عندك بقى تحت الابطين، للفخاد، المناطق الحساسه، هتفور اي سواد في جسمك. فالبيكنج باودر او خميره الحلويات من الحاجات الجميله جدا. لو انت عايزه تحطيها على بشرتك ينفع، تنفع على بشرتك، بس زي ما قلت لك هقول لك على طريقه الاستخدام في الاخر، وما فيهاش اي ضرر ولا اي حاجه ولا اي مشاكل في بشرتك، هتبقى زي الفل. انا بستخدمها شخصيا على بشرتي. هنا هحط عليها الليمون، شايفين الفوران اللي هو بقى فوران السواد اللي هيطلع من جسم القنبلة. الليمون تحفة جدا. لو انت بشرتك حساسة هنبدله بمية ورد. لو انت بشرتك عادية او ما تستحمل الليمون او اي حاجة، تقدر تحط ليمون عادي جدا، ما فيش مشكلة. انا بشرتي حساسة بس بتستحمل ان انا احط الليمون، والليمون جميل جدا في تفتيح الجسم او الوش، فهيلة جدا. بس لو انت عندك حبوب في بشرتك او فيها حساسية، بلغي الليمون وحط مية ورد. هقلب بقى الخلطة بتاعتي كويس جدا زي ما احنا شايفين، وده مهم جدا. طيب انا هنا خلاص خلصت الوصفة والقوام بتاعها. بصوا انا عايزة بس اوريك القوام عشان تقدر تطلعها مظبوطة او تطلعها صح، عشان ما حدش يقول دي طالعة مني خفيفة كده. لا هي بصوا ده القوام بتاعها، شايفين، وانا هنزلها في علبة اهي. بصوا كريم تقيل، شايفين الكريم والقوام بتاعها تقيل شويه. انا هنا بقى هجيب اي علبه فضه، المهم تكون مغسوله نظيف وممسوحه كويس جدا عشان الوصفه تقعد معايا اطول فتره ممكنه. وهبدا انزل الوصفه بتاعتي كلها في العلبه بتاعتي دي. نركز بقى عشان في ناس بتقول انا بسيبها بتحمض او بتطلع مخمره كتير في الحر ده، بيبقى فعلا في وصفات كتير بتبوظ لانها بتخمر مننا. انا هقول لك على طريقه كل الحاجات دي كلها، هقول لك كل الكلام ده كله، تابعي معايا بس انت، ونشوف حاجه بحاجه عشان ما تلخبطيش وتعكي الحاجات كتير فوق بعض، تحس ان الدنيا ملخبطه معاكي. انا هنا حطيتها في علبه زي ما احنا شايفين، وهبدا ان انا اغطيها واشيلها في التلاجة. الوصفه دي بتقعد معايا 7 ايام في التلاجة، في التلاجة مش بره التلاجة، وما ينفعش تتساب بره التلاجة لاكتر من ساعه. هنا ببدا ان انا مغطيها تغطيه حلوه زي ما انت شايفه كده، وبشيلها في التلاجة واسيبها 7 ايام بس. اما بحب ان انا اطلعها، ان انا هستخدمها، بطلع العلبه بتاعتي زي ما انت شايفه كده وهي بتبقى ساقعه، وببدا استخدمها. تعالوا نجرب الوصفة على الايد ونشوف القوام بتاعها هيبقى ازاي، وهنشوف هيبدي يدينا ايه، ونتيجة هتبقى عاملة ازاي. يلا بينا ونشوف هنجربها ازاي. بصوا ده القوام بتاعها تحفة خطيرة، كريم تقيل جميلة جدا، ملمسها حلو، ناعمة على البشرة، ريحتها تحفة، ريحة الموز خطيرة، جميلة جدا. هبدأ ان انا اعمل ايديا كده لمجرد مساج، واسيبها حوالي على ايديا من ربع ساعة لنص ساعة، ده لو هتعمليها على جسمك وايدك. طب لو هعملها على وشي هتسيبيها 5 دقايق فقط، 5 دقايق على الوش. على الجسم بتبقى من ربع ساعة لنص ساعة، سيبيها لما تنشف مفيش مشكلة، انما الوش بتبقى 5 دقايق، واغسل الوش على طول.
ايديا وجسمي ورجلي وفوق وتحت وزي ما هتعملي ده، بيبقى من معاكي من ربع ساعه لنص ساعه بتسيبيها تنشف وتغسلي جسمك عادي. اهم حاجه بعدها كريم مرطب، وده مهم جدا ان انا احط كريم مرطب، عشان الكريم المرطب هيبدا يطري لي البشره من الصابون اللي انا عملته، لان الصابون عموما بينشف الوش. اي نوع صابون بيسحب الدهون من البشره وبيشرب الدهون.